باسم المكتب النسائي للجامعة الوطنية. أحييكم عاليا، أحيي المناضلين الذين جسدوا هذه الوقفة، وتحية عالية للمناضلات اللواتي جسدن هذه الوقفة. جئنا لنقول وطنيا، التعاقد عفوا ليس قضية فئة واحدة من فئات النساء ورجال التعليم، التعاقد قضية مجتمع بكامله. لن نسمح بأن يرهن مستقبل وطن كامل وأجيال كاملة في استراتيجية لم يتم اختيارها وإنما أملي من قبل الصندوق الدولي. جئنا لنقول على الصعيد الإقليمي أن الاجتهاد في القانون يجب أن يكون لصالح الشغيلة التعليمية، يجب أن يكون لصالح رجال نساء ورجال التعليم، وأن القرارات الأحادية من قبل المدير الإقليمي غير مقبولة. هناك شركاء وهناك رجال تعليم معنيون قبل أي كان بكل القرارات، كل اجتهادات في القانون أو في القانونية يجب أن يراعى فيها المعنيون أولا. رجل التعليم ليس في وضعية الحراسة النظرية، رجل التعليم حين نفكر في كل ما يتعلق به يجب أن نعرف أنه أساس تكوين أجيال مستقبلية. تحية مرة أخرى لمن وقف في هذا اليوم ليعبر بشعاراته بوقوفه بنضالاته عن موقف نساء ورجال التعليم قاطبة. تحية لكم.